السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ثامن، ما زلنا في خصائص المثلث اثنان. أول نتيجة أخذتها كانت هي القطعة الواصلة بين منتصفي ضلع العين يساوي يوازي آسف الضلع الثالث ويساوي نصف. الآن اليوم إن شاء الله بإذن الله بدي أكمل اللي هو خصائص المثلث اثنين. في عندي كانت عندي القطعة المتوسطة في المثلث، هي قطعة تصل رأس المثلث بمنتصف الضلع المقابل. يعني كيف يمس؟ تعالي نشوف شو معنى كلمة القطعة، شو معنى القطعة المتوسطة. القطعة المتوسطة بالشكل هذا، هي شايفينها، هي القطعة متوسطة. أنا هون هاي قطعة متوسطة وهاي قطعة متوسطة وهاي قطعة متوسطة وهاي التقاءها، أي التقاها، هاي بسميها القطعة المتوسطة في المثلث، هي قطعة تصل رأس المثلث ومنتصف الضلع المقابل. يعني هون إذا جينا هون هاي الضلع، هاي بتكون منتصفه. خليك معاي هون، وهون طبعا هاي منتصف، وهون طبعا يساوي منتصف. الآن خليك معي شوية، القطعة المتوسطة هي تصل بين المنتصف الإيش اللي هو الضلع المقابل. يعني أنا عندي هاي مقابلها هذا الضلع بتنصفه، هاي مقابلها هاي الضلع حتنصفه، هذه مقابلها هاي مقابلها من الرأس هاي الضلع حتنصفه. الشكل هذا اللي عندي، هاي هي النتيجة اللي عندي، اللي هي القطعة المتوسطة هي عبارة عن في المثلث، هي عبارة عن قطعة تصل بين رأس المثلث إلى منتصف الضلع. يعني بتنصف القطعة المتوسطة اللي هي اللي بتيجي من الرأس، حتنصف الضلع اللي مقابل إلها، حتنصف الضلع المقابل إلها. يعني هاي القطعة حتنصف الضلع هذا، هاي القطعة حتنصف الضلع المقابل، هاي القطعة حتنصف الضلع المقابل إلها. واضح؟ يعني متساويين، يعني نصف تقسمهم نصفين. طيب النتيجة الثالثة أو الخامسة، طبعا هاي هيك عادية بديهية بسميها. النتيجة الخامسة القطعة المتوسطة زي هيك، شايفين القطعة المتوسطة، هاي قطعة متوسطة وهاي كمان قطعة متوسطة، شايفينها؟ وهي قطعة متوسطة، هاي كمان بسميها قطعة متوسطة. شو بتعمل؟ تتلاقى في نقطة واحدة، هي شايفين النقطة اللي أنا عاملها، هيها النقطة واحدة، تتلاقى في نقطة واحدة، ولكن بتقسم كل منها بنسبة 2 إلى 1. يعني هاي نسبة 2 وهاي 1، هاي نسبة 2، الكبير هو 2 والصغير هو 1، هاي نسبة 2 إلى 1. يعني إذا كانت هاي 4 هاي بدها تكون 2، هاي بتكون 6، هاي بتكون 3. يعني كأنه بقول لك نصفها، نصف يعني مش متساويات، يعني من نقطة التلاقي مش بقول هاي الجزء يساوي هذا الجزء، لا، تقسم من مثلا عندي أنا عندي هون هاي مثلا 10، هاي 10 معناته هاي بدها تكون إيش؟ حتكون هاي 5. واضح الحكي؟ 2 إلى 1، يعني هاي 10 بتكون هاي 5. طيب هاي 6 هاي بتكون 3، هاي 8 هاي بتكون 4، وهكذا. بس خليك معاي شوي صغيرة، ناخذ شوية أمثلة ونحل مع بعض على هذا الحكي. انتبه علي في الشكل، في الشكل الموجود عندي، أنا عندي شكل موجود عندي، هي موجود عندي على كتابك. خليك معايا تدريب رقم، تفتح لي على تدريب رقم 3، فتحت لي تدريب رقم 3. أيوة خليك معاي، أيوة هي السؤال واضح عندك، اللي هو في الشكل الآتي: إذا علمت أن ألف عين، خلينا نشوف وين ألف عين وأحط كل إشي عليه. 3.8 ألف عين من هون لهون سنتيمتر. طيب ألف ميم هاي هون 5.2 سنتيمتر من هون لهون، شايفينه؟ وقياس نون جيم ميم، نون جيم ميم، هاي القياس الصغير 28 درجة. بقول لي بدي اياكي طلعي لي، خليكي معايا، بده اياني اطلع له
اللي هو طول ألف جيم، طول ألف جيم، وين ألف جيم؟ وين ألف جيم؟ كل هاي، كل هاي ألف جيم كاملة، وبده طول ألف نون، بده طول ألف، ألف نون كمان هاي كاملة، واضحة بسيطة جدا. وطول با جيم من كله، من النتائج اللي أخذتها والنتيجة اللي أخذتها، با جيم وينه با جيم؟ هاي كلياتها با جيم، هاي وهاي متساويات، معناته با جيم تساوي إيه طبعا قياسها كده. جيم نون ألف، جيم نون، نون ألف، هاي تساوي. خليك معي شوية، بسيطة جدا ما فيها أي شيء. أول شيء مس أنا عندي، أول شيء مس أنا بدي أطلع اللي هو ميم نون، ميم نون وين ميم نون؟ هيها ميم نون، خليكي معي، هيها ميم نون، أطلع ميم نون، خليكي معي مس، حطلع عندي هون ميم نون، ميم نون شو بتساوي؟ ميم نون تساوي اللي هي عندي مثلث متطابق الأضلاع من ضلعين، وأنا متطابق الضلعين عندي نعم، خليكي معي ميم نون بدو إياها، أيوة مس، قبل ما نأخذ ميم نون حنأخذ الآن أول إشي طول ألف باء. طبعا أنا عندك الرسمة، أنا ما في داعي أخليها ألف باء، حنأخذه اللي هو يساوي ألف عين زائد طول عين جيم، طول ألف عين زائد طول عين جيم، ولكن إحنا ملاحظين إنه ألف عين تساوي عين جيم، صح ولا لا؟ واضح معنا الرسمة ومن الإشارات اللي أعطاني إياها، فعملاته عندي هنا 8.38 من عشرة زائد 3.8 من عشرة بتعطيني يا مس 7.6 من عشرة. طبعا أنا على السريع جمعت لك إياها. الآن بدي أجي على ميم نون، نرجع لها اللي هي بتساوي نصف، نصف ألف ميم اللي هي نصف في قديش؟ 5.2 من عشرة اللي بتطلع 2.6 من عشرة سنتي، اللي هي عندي ميم نون، ميم نون. طيب بدي أنا الآن طول، بدي طول ألف نون بتساوي ألف ميم زائد طول ميم نون تساوي ألف نون اللي هي طلعت أنا ميم نون اللي هي 6.2 اللي هي كم؟ طبعا أنا بطلع لك إياها على طول لأن إحنا حساباتنا سهلة كثير ما بدها شيء. طيب الآن بدي أطلع اللي هي ميم نون، طول ميم نون بتساوي ميم نون بانون، آسفة بانون بتساوي نون جيم من المعطيات، معطى ليش؟ لأنه أعطاني إياه أنه هاي الضلع يساوي هذا الضلع يساوي هذا الضلع، معناته أنا عندي طول با جيم حطلع له اللي هي بانون زائد نون جيم، خلاص اللي هي 2.6 من عشرة زائد 2.6 من عشرة تساوي 5.2 من عشرة سنتي. طبعا هي كبيرة طويلة بس ما فيها شيء، بسيطة جدا، بس احنا في لخبطة شوي صغيرة ننتبه. عندي المثلث ميم نون جيم متطابق الايش حكينا؟ الضلعين، معناته زاوية، زاوية القاعدة شو بدها تصير مس؟ متطابقة او متساوية، زاويتي، زاويتي القاعدة متساوية أو متطابقة، يعني الزاوية، خليكي معايا، الزاوية ميم جيم نون تساوي الزاوية جيم ميم نون تساوي 28 درجة. طيب مجموع القياسات، مجموع قياس اللي عندي زوايا المثلث تساوي 180 درجة، بنعرف كلياتنا صح؟ يعني الزاوية ميم جيم نون زائد الزاوية، خليكي معاي، جيم ميم نون، ميم جيم نون زائد الزاوية جيم ميم نون زائد الزاوية، خليكي معاي أنا على الرسم، أنت بتتابع معاي على الرسم، أنا هيني على الرسم،
بس انا عشان اكتب لك مش قادر اخليك تشوف الرسم عشان تكون معي بالكتابة. حكينا جيم ميم نون، وميم نون جيم تساوي 180 درجة، معناته الزاوية عندي اللي هي نون أسف ميم نون جيم تساوي طبعا زائد 56 تساوي عندنا 180 درجة. 180 اللي هي ناقص 56 أنا حعمل لك إياها اللي هي تطلع لي الزاوية ميم نون جيم تساوي 124 درجة. خلصت أنا عندي الزوايا، طبعا هو طويل بس سهل كتير على النتائج اللي أخذتها، ما بده أي إشي. طبعا أنا الآن بدي أخذ تمارين ومسائل بالمرة بس وحلها مع بعض، لأنه مش سهل نأخذ بس نتيجة واحدة في حصة واحدة. تمارين ومسائل حنحلها مع بعض. صفحة 73 هيا معاكم، صفحة 73 هنحل مع بعض. السؤال الأول، انتبه علي على السؤال الأول. طبعا أنا عندك الرسمة، ما في داعي إني أرسمها على الدفتر مرة ثانية. طلع علي إذا كانت عندي ميم نقطة التقاء القطعة المتوسطة، عين ميم 16 سنتي، سين لام اللي هي 7 سنتي، فجدي طول سين صاد، بدي سين صاد. وين سين صاد؟ هاي سين صاد كاملة واضحة يعني مبينة. على طول بطلعها اللي هي نصف، هاي نصها معناته 14. وأنا بطلع عليه بدي عين لام، بدي عين لام كاملة. احنا حكينا إنها بتقسمها 2 إلى 1، معناته أنا عندي هاي 16 وهين، معناته هاي عندي على طول 7 زائد، أنا على طول بكتبها على الكتاب عندك، 7 زائد 7 تساوي 14 سنتي. مين هي هاي؟ اللي هي سين صاد، طول سين صاد. طيب نيجي على عين لام، عين لام أنا عندي عين ميم إلى ميم لام تساوي 2 إلى 1، أنا عندي 16 هاي بدها تكون 8، معناته أنا بقوله 16 زائد 8 تساوي 24 سنتي، اللي هي هاي بسميها عين لام، طول عين لام، بسميها طول عين لام. بكل سهولة أنا حليت أسئلتي على كتابي ولا احتجت أي شيء ثاني. أجي على السؤال اللي بعده مس، خليكي معي على السؤال رقم 2. سؤال رقم 2 شو بحكي لي مس؟ بحكي لي يعتمد على هذا الشكل، إذا كانت كمان نقطة التقاء اللي هي ميم نقطة التقاء القطعة المتوسطة، وكانت عندي الزاوية اللي هي ألف دال ألف جيم ألف جيم باء 74 درجة، وألف دال ها 145، فأجدي الزاوية ألف باء جيم، ألف باء جيم هاي الزاوية، بده هاي الزاوية اللي هي ألف باء جيم، وبده الزاوية ألف. سهل كثير ما فيها شيء. نيجي على مس، أنا عندي مثلث، عندي هاي يوازي أي قطعة واصلة بين منتصفي ضلعين توازي الضلع الثالث، توازي الضلع الثالث. هيها هو حط لي إياها إنها متوازيين، هيها من هون شايفين هاي الزاوية توازي هاي الزاوية. في عندي مثلا هاي 45، في عندي تناظر، معناته عندي الزاوية 180. أول إشي أنا ما عندي تناظر، هاي خارجية، أنا عندي هون التناظر، شايفين هاي الزاوية وهاي الزاوية، هاي الزاوية وهاي الزاوية، شايفين اللي حط عليها نقطة هون ونقطة هون متناظرتان، لكن أنا ما عندي هاي الزاوية، هاي الزاوية متجاورتان أو على خط اللي هو خط مستقيم اللي هو بسميه زاوية مستقيمة، أو بقول له متجاورتان. بطرح 180 بطرح منها 145، بتعطيني يا مس 35 درجة. هاي طلعت معاي 35 درجة، ولكن بقول لك الزاوية، اتبه علي يا مس، الزاوية اللي هي ألف دال لو حكينا الزاوية ألف دال واو، هون حكينا ألف دال
هاي الزاوية تساوي 35، صح ولا لا؟ طلعناها ولا ما طلعناها؟ ما ونسويها بتساوي الزاوية اللي هي، خليكي معايا، اللي هي د ب ج. د ب ج ليش يمس؟ ليش يمس؟ يعني د ب ج اللي هي الزاوية ب الكبيرة تساوي 35 بالتناظر. تناظر مع هاي الزاوية، واضح؟ لأنه في توازي. طيب يمس، وإيش كمان طلب مني؟ طلب مني إني أنا باجي هون بقول له بدي الزاوية ألف. أنا طلعت له الزاوية اللي بده إياها اللي هي باء، بده الزاوية ألف. بقول له أنا عندي المثلث، تعالي معايا ناخذ المثلث، خلينا ناخده نكمله هون، نكمل هون مس مع بعض هون. صفحة 73، السؤال رقم 2، هون تكملة، تكملة السؤال، تكملة السؤال رقم 2. عندي أنا عندي المثلث كله اللي هو ألف باء جيم مجموع زواياه قلنا إيش؟ 180 درجة. أنا عندي زاويتين اللي هي 35، أسف، اللي هي أيوة هون 35 و 74، بجمعهم مع بعض بتطلع لي 9 و109. بطرحهم من 180 بعطيني مس 109، طلعت عندي مس 71 درجة. 71 درجة اللي هي الزاوية، الزاوية ألف تساوي 71 درجة. هون بقول لي تأكدي إنه هذا متطابق الأضلاع، أنا ما بدي، المهم عرفت إني أنا طبقت على النتيجتين اللي أخذتهم في هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.